لبؤات الأطلس الجيش الملك النسوي رغم استفزازات مسؤولي الكرة الجزائرية، إلا إن المغاربة ردوا في الملعب وتوجوا بالبطولة ورفعوا العلم المغربي عاليا على أرض الجزائر. فوزي لقجع يؤدب الجزائر بعد تتويج الجيش المغربي للسيدات ببطولة إفريقيا والصعود إلى دور الأبطال، وبكاء الإعلام الجزائري. مغربي عظيم مشجع للمغاربة والمنتخب المغربي، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا فيما هو قادم. صحيفة المنتخب المغربية أكدت اليوم بأن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لن يتنازل عن شكوى المغرب التي تم تقديمها منذ أيام ضد مسؤولي الكرة الجزائرية بسبب بلطجيتهم ورفضهم وضع العلم المغربي في مباراة الجيش الملكي للسيدات أمام نظيره سيدات الجزائر. ومن المتوقع أن تصدر الكاف عقوبات قاسية ضد سيدات الجزائر ومسؤولي هذا الفريق، تصل إلى الغياب عن بطولات إفريقيا لمدة لا تقل عن سنتين. الإعلام الجزائري يتوسل لفوزي لقجع من أجل سحب شكواه وشكوى المغرب، إلا أن لقجع لن يسحب الشكوى، وستكون الجزائر عبرة لمن لا عبرة له وعبرة لأي أحد تسول له نفسه التطاول على المغرب والمغاربة.